الموت يحزن الفنانة حنان الإبراهيمي. تابعوا التفاصيل. فوجئت الفنانة المغربية حنان الإبراهيمي بخبر وفاة شخص قريب منها، موجهة له رسالة مؤثرة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الانستغرام. ونشرت حنان الإبراهيمي صورة تجمعها بالراحل الصحفي توفيق مصباح عبر حسابها بالانستغرام الذي كانت تربطها به علاقة صداقة قوية، وأرفقت الصورة بهذه التدوينة: استعجلت الرحيل يا صديقي، أحد أعز أصدقائي يغادرون إلى دار البقاء، الصحفي المتمرس توفيق مصباح، الإنسان النبيل الذي لم أره يؤدي نملة، الكريم الصادق صاحب القلم الحقيقي. وتابعت الإبراهيمي: عذرا صديقي، لن أحضر جنازتك وأودعك إلى متواك الأخير، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة يا أرحم الراحمين. وحرص عدد من الفنانين على تقديم التعازي للفنانة حنان الإبراهيمي ولأسرة الراحل، من بينهم الممثل رشيد الوالي والفنان عزيز حطاب وآخرون. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له.